أنا عارف أنت محتار ليه. منهج الإنجليزي بتاع تالتة ثانوي مليان معلومات ومحتاج حل تمارين وامتحانات كتير. أنا جبت لك الحل هو يا سيدي. بجد؟ إيه ده؟ ده كتاب ماي نيو فريند لمراجعة تالتة ثانوي السنة دي. بس أنا شايف معاك كتابين. أمال أصلهم كتابين في كتاب واحد، كتاب المراجعة الشاملة وكتاب الامتحانات. وكتاب المراجعة ده عبارة عن إيه؟ ده كتاب من 7 أجزاء بيراجع كل سؤال في الامتحان لوحده، شرح وتمارين، بيراجع الوحدات وكلماتها والنقط اللغوية والجرامر، وكمان بيراجع فصول القصة وأسئلتها الشاملة، وبيديلك امتحان على كل 3 وحدات وبيدربك على المهارات الباقية، الديالوج والباراجراف والترجمة والقطعة، وبيديلك حلول سحرية لكل ده، وفي الآخر مش ناسي طلاب الأزهر وجايب لهم منهج الإسلامك بتاعهم، سؤال وجواب وحاجة عظمة. طب وكتاب الامتحانات؟ ده بقى الفانوس السحري، بوكلت مجاني مع الكتاب، عبارة عن 80 امتحان، امتحانات جزئية وشاملة وتجريبية وسنوية عامة في مصر والسودان من سنة 2002 لغاية سنة 2019، كلها معدلة حسب المنهج الجديد، وكمان امتحانات الأزهر علمي وأدبي. أنا لازم أراجع من ماي نيو فريند، وإنتوا كمان لازم تراجعوا منه.